بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبه كليه في كل مكان، اهلا بيكم في استكمال فيديوهات اناتومي اوف ذا اير كجزء من جزء اجزاء موديول السبيشال سنسوري اورجانز اللي بنتكلم فيها عن السبيشال سنسز بالاناتومي والنيورو اناتومي بتاعها. زي ما انت شايف عنوان الفيديو هو ميدل اير 2. بعد ما خلصنا في الفيديو اللي فات الباوندريز بتاعه الميدل اير والريليشنز بتاعتها مع الاورجانز المختلفه اللي حواليها، وان لا قدر الله لو حصل فيها انفكشن ممكن تنتقل لايه، هنتكلم النهارده بقى على محتويات الميدل اير كافيتي نفسه او الكونتنتس اوف ذا تيمبانيك كافيتي، وهنلاقيها بالتحديد هي البوني اوسيكلز او عظيمات الاذن والعضلتين اللي هم ماسكين فيهم. الصوره دي بقى لازم نركز مع بعض احنا شايفينها ازاي. فلما اتكلمت عن الباوندرز قلت لك ان انا باصص من اللاترال سايد بتاع الميدل اير وشايل التيمبانيك ممبرين. هنا انا عامل العكس بقى، يعني هنا انا سايب التمبانيك ممبرين في مكانها وقمت بقى شايل الانر اير، يعني انا هنا شايل الميديال وول اوف ذا ميدل اير. شايل ايه؟ شايل الميديال وول اوف ذا ميدل اير اللي هي كان فيها البرومونتري وكان فيها الاوفال ويندو وكان فيها الراوند ويندو لو تفتكر. يبقى انا هنا باصص على الميدل اير من جوه مش من بره، باصص على الميدل اير من ايه؟ من جوه مش من بره. ويبقى ده التيمبانيك ممبرين، والسيرفس اللي انت شايفه ده هو الميديال سيرفس او الانر سيرفس اوف ذا تيمبانيك ممبرين اللي ماسك فيه الميليس او البوني اوسيكلز بتاعتها، تمام؟ وطبعا كده قدام وكده فوق وكده تحت وكده ورا، اوكي؟ بالنسبه للكونتنتس بتاعت التيمبانيك كافيتي، احنا عرفنا ان التيمبانيك كافيتي ده فيلد وذ اير، اصلا هو عباره عن كافيتي موجود وذن ذا بيتريس بارت اوف تيمبرال بون، بيحتوي على البوني اوسيكلز عظيمات الاذن وعلى المسلز اللي ليها علاقه بيها ذير اسوشيتد مسلز. بالنسبه للبوني اوسيكلز اول واحده عندي هتبقى الميليس اللي بنقول عليها المطرقه. الميليس زي ما انت شايف ليها هيد، والهيد ده هو اللي بيعمل ارتكيوليشن مع الانكس اللي هي السندان، وبعدين ليها نيك اللي هو الكونستريكشن ده، وبعدين ليها هاندل ليها ايد. الهاندل دي هي اللي ماسكه في الانر سيرفيس اوف ذا تيمبانيك ميمبرين وبتخليه كونفكس ناحيه الداخل، واكتر حته كونفكس فيه كان اسمها الامبو، تمام؟ وفي نفس الوقت الهاندل بتاعه الميليس دي اللي بتستقبل الانسرشن بتاع التنسور تيمباناي ماسل. التنسور تيمباناي ماسل اللي اتفقنا انها بتخش الميدل اير كافيتي من الانتيريور وول، كان في فتحتين، فتحه للماسل وفتحه للاوديتوري تيوب، يبقى دي الانتيريور وول. داخل فيها فتحه بتوصل التنسور تمباناي ماسل للهاندل اوف ميليس، ومتوصل بيها الاوديتوري تيوب برضو، يبقى دي الانتيريور وول ودي البوستيريور وول، ده الروف ده الفلور. اللاترال وول سايبها اللي فيها التمبانيك ممبرين، واللي انا كسرها وباصص منها بقى المره دي هي الميديال وول، تمام؟ العظيمه الثانيه اسمها انكس اللي هي السندان. الانكس ده لو بودي بيعمل ارتكيوليشن مع الميليس، وليها شورت بروسس موجود في الفوسا انسيودس اللي احنا قلنا انها موجوده في ناحيه البوستير وول بتاع الميدل اير. وكمان عندي اللونج بروسس، اللونج بروسس ده هو اللي نازل برر للهاندل وفي نفس الوقت رايح يعمل ارتكيوليشن مع الستيبس، اتفقنا؟ الستيبس زي ما انت شايف اهو اللي هي الركاب اللي عامله زي ركاب الحصان، ليها اتنين كده ارشز وليها فوت بليت او ليها الحته بتاعتها اللي هي الرجل بتاعتها او القدم بتاعتها اللي بتسد الاوفال ويندو. يبقى كده لو انا دخل صوت من الاكسترنال اير، الصوت ده هيخبط في التمبانيك ممبرين، فالتمبانيك ممبرين الذبذبات هتنتقل منه عن طريق الميليس الى الانكس ثم الستيبس اللي هتخبط على الاوفال ويندو فيوصل الصوت للانر اير. وخلي بالك ان الستيبس دي ليها نيك، النيك بتاعتها اللي بتريسيف الانسرشن بتاع عضله الستابيديس نسبه الى ستيبس، ستابيديس نسبه الى ستيبس. ماشي يا شباب؟ كويس قوي. لما نيجي نتكلم بقى على المسلز، عندي عضلتين، اول عضله اسمها تنسور تمباناي. دي بتاخد اوريجن من الكارتليج بتاع الاوديتوري تيوب، وتروح تعمل انسرشن في الهاندل اوف ذا ميليس، وطبعا هي اللي بتعمل تنشن في التمبانيك ممبرين لانها هتشد على الميليس، والميليس ماسكه في التمبانيك ممبرين فهتشد عليه.
دي بتبقى supplied by the root of the mandibular nerve. لو تفتكر قلنا ان الروت بتاع المانديبولار نيرف بيدي نيرف تو ميديال تريجويد اللي بيغذي تنسور تيمباناي وتنسور بالاتاي. فدي تنسور تيمباناي احد الاثنين تنسورز اللي المانديبولار نيرف بيغذيه. العضله الثانيه اسمها ستابيدياس بتخرج من البوستيرور وول. يبقى انا عندي تنسور تيمباناي بتخش الميدل اير من الانتيرور وول والستابيدياس بتخرج من البوستيرور وول من البيراميد من العظمه اللي هي عامله شبه الهرم اللي هرميت الشكل اللي اسمها بيراميد. يطلع منها ستابيدياس ماسل تروح تمسك في النيك اوف ذا ستابس بتاخد نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف. تمام. العضله دي ميزتها ان لو في صوت عالي اتسمع صوت عالي زياده عن اللزوم اتسمع والذبذبات وصلت للستيبز تقوم دي شد على الستيبز تمنع الاوفر موفمنت بتاعتها تمنع الاوفر عشان ما تخبطش جامد على الاوفال ويندو فما يتنقلش الصوت العالي للانر اير فبتقوم شد عليها كده تقول لها لا يعني ما تخبطيش جامد قوي عشان الصوت ده عالي ما توصليش صوت عالي جامد للانر اير عشان كده بتمنع الاوفر موفمنت اوف ذا ستيبلز. دي كده بمنتهى البساطه البوني اوسيكلز والمسلز بتاعتنا اللي كانت موجوده في التيمبانيك كافيتي. فهمناها يا شباب؟ يبقى الصوره دي تاني باكد عليك انا شايل الانر اير وباصص على الميدل اير من ناحيه الانر اير مش من ناحيه الاكسترنال اير.